السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم اللحم بالبرقوق. كيجي رائع وكيجي لذيذ، واحد المريقة مضغمرة كتجي رائعة إن شاء الله. الطريقة راها سهلة وبسيطة، وكل شيء كيعرف يصوب اللحم بالبرقوق، ولكن غير كتختار في الطريقة ديال النصيب، كل واحد وطريقته. غادي نرافق ان شاء الله بواحد شلاضه عاديه فيها شويه ديال الخضيره وصافي. غادي نبداو ان شاء الله بالصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غادي ناخذ عندي هنايا 2 كيلو ديال اللحم، خذوا اللحم اللي بغيتو. عندي في العطريه معلقه كبيره ديال الخرقوم بلدي، شويه راس معلقه صغيره ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال سكينجبير. وغادي ناخذ العطريه ديال اللحم، ما غاديش نكثر منها، غادي ناخذ منها غير واحد نص معلقه صغيره، وشويه ديال القزبر حبوب والملح والثومه. الثومه هكايا مطحونه مزيان. وعندي هنايا الكاس ديال الزعفران الحر، درته في الماء خليته حتى طلق مزيان صافي. وغادي نخلط به العطريه. هنايا ما غاديش نستعمل لا زيت لا والو. بالنسبه للسمن الحار راني درت لكم غير واحد معلقه صغيره ممسوحه، عندي السمن الحار مجهد، غادي ندير منه غير معلقه صغيره ممسوحه، ولكن حتى نبغي نصب ان شاء الله، فراني حطيتها غير باش ما ننساهاش صافي. غادي ندير اللحم يتشرب ليا مزيان بهاد العطريه هذه. بالنسبه لي الا ما عندكمش القزبر حبوب ممكن غادي تكتفيو فاش تبغيو تنصبوا، ديروا غير المعدنوس، اولا الا عندكم لقمه ديال اللحم راه مزيانه. انا راني درت منها واحد نص معلقه صغيره، ما كنديرش منها بزاف صافي. غادي نغطي اللحم وغادي نخليه يتشرب ليا مزيان بهذيك العطريه. من بعد غادي ناخذ ان شاء الله غنستفو في الطنجره، غادي ناخذ الطنجره اللي غتهزوا ليا، يعني اللحم يجي كله مع ما يجيش شي فوق شي، فواخا كيجي هكا مدحس راه منين غادي يطيب غادي منين غادي غير يبدا يتقلى لينا شويه راه غادي يولي يتحل مع بعضياتو، ما غاديش يبقى هكايا مدكس مع بعضياتو صافي. غير كناخذ نضيف عليه واحد القبيطه ديال المعدنوس، ما كنديرش القزبر خضر في اللحم بالبرقوق، وغادي نضيف له واحد البصيله مشلضه، بصله تكون كبيره صافي. من بعد ما خليته غير تشرب ليا غير شويه، ما درت لا زيت لا والو، دابا عاد غادي نقلبه، وعاد غادي نضيف ان شاء الله نص كاس ديال زيت الزيتون. الا بغيتو تخلطوا ما بين الزيت النباتيه وزيت الزيتون خلطوا، اولا الا بغيتو ديروا الزيت النباتيه ديروها صافي. غنضيف غير نص كاس صافي، وغادي نضيف واحد جوج عويدات ديال القرفه، وعاد غادي نضيف داك السمن اللي كنت ذكرت في المقادير في الاول، عاد غادي نضيفه دابا كيعطي واحد المذاق رائع، وحتى القرفه حتى هي كتعطي واحد المذاق رائع صافي. غادي نضيف له الماء اللي غادي يطيب فيه، الماء اللي كافي، نحاول ما نخويوش الماء على اللحم، خويوه في الجانب والماء يكون طايب باش ما يعكش لينا اللحم على الطياب صافي. وغنسد عليه، غادي نديرو غير على الراس الصغير، وغنقصلو البوطا يطيب على خاطرو صافي. هنايا خديت واحد 4 كيلو ديال البرقوق، يكون النوعيه جيده، يكون مزيان كيطيب دغيا، درت له شويه ديال القرفه وشويه ديال الزبده، خليته غير واحد 5 دقائق، وغادي نضيف له العسل. الا بغيتو تضيفوا السكر ضيفوا السكر صافي. مين درت له هكذايا العسل، غادي نخليه غير واحد شويه يتشرب ليا بداك العسل، وكيولي يعطي واحد اللمعان مع ديك الزبده صافي. غنخلي فيه غير شويه ديال البلول ديالو، باش منين نبغي نسخنو منين نبغي نحط ان شاء الله. هنايا غادي ناخذ زيت بارده، وغادي ندير فيها شي شويه ديال اللوز. اللوز درت له الماء طايب وفسخته ونشفته طبعا مزيان من الماء، غادي نديرو على زيت بارده، وغادي نبدا نخلط، عاد غادي نشعل عليه صافي. منين تحمر ليا نتوما باش كيتحمر ليكم دائما ديروه على زيت بارده، باش يطيب ليكم اللوز ديالكم من الداخل ويتحمر من برا غير شويه، باش ماشي يجي محمر من برا ويبقى ليكم من الداخل بقي خضر صافي. هذا هو اللون ديالو اللي بغيت، كيجي واحد اللون ذهبي زوين. بالنسبه للبرقوق نتوما كتشوفوا راه عاقد، والمريقه حتى هي للحم نتوما كتشوفوا كيجي رائع هكا. كتحركوا الطنجره غير بيديكم، كتحركوش كتحركوها غير هكذا، ماشي كتستعملوا شي مغرفه ولا شي حاجه. دابا غادي نخليها هكذا حتى غادي تنشف شويه من هذا، وكتخليو الغطاء محيد باش كيجيكم محمر من الفوق، هذاك هو السر اللي كيخلي كيجي محمر من الفوق
صافي. من بعد انا خديت هاد شويه ديال الشليضه المطيشه والخس والخيار والبصيله، شويه الفجل الباربه، درت معاه شويه تاية ديال البسطه والربيع، وهنايا عندي شويه المكرونه درت معاها الطون. بالنسبه للخضيره خديت غير جلبانه واللوبيا خضراء، البطاطا، خيزو، يعني داكشي بخرتهم هادو فورتهم شويه. صافي غادي ندير معاهم شويه ديال الحامض، عفوا الخل ديال الحامض كيعطي واحد المذاق رائع، وغادي نضيف شويه ديال المايونيز وشويه ديال المليحه بالنسبه للمطيشه والخيار والخس والبربا، دوك راه ما درتش فيهم الملح، هادو اللي بخرتهم اللي فيهم الملح. والفجل حتى هو راني درت له شويه زيت الزيتون والملح والخل، لكن الفجل ضروري الا كليتو اللحم غير رافقوه بالفجل، لان باش كيساعد شي شويه على الهضم. صافي غادي ندريسي هاد الشليضه ديالي في هاد الطبق هذا، غادي ندير شويه ديال الخضره اللي مطيبه في الوسط وغادي ندور عليها الشلاضه. يعني الطريقه راه سهله، كل واحد يدريسي الطبسيل ديالو كيما بغا، الشلاضه ديالو يسر بها كيما بغا. صافي غنضيف ليها شويه ديال البيض مسلوق هكذايا والفجل في الجناب، وشكا اضافه زيت عفوا الزيتون كحل او الخضر اللي عندكم اللي متوفر. صافي وكاضافه غادي نضيف ان شاء الله شويه ديال المايونيز اللي بغاه من الفوق. صافي هذه الشلاضه اللي وجدت، كتجي مشلاضه بسيطه ورائعه، يعني ماشي غناكلو غير اللحم بوحديتو، ضروري نرافقو هكايا بشويه ديال الخضيره، يا اما خضيره تكون تسوطيوهاش مع شويه ديال الزبده والثوم والربيع وداكشي، اولا تخليوها هكذايا ديروا واحد فينيغريت هكذايا تصايبوها واحد لاصوص. صافي وكتسقيو بها الشلاضه ديالكم. بالنسبه للحم انا غادي بديت كنحط، كيجي اللحم طايب وكيبقاو طروفه رائعين، كيبقاو مجموعين وكيطيب اللحم بلا قوت التحراك في الطنجره وداكشي. صافي منين حطيت اللحم درت عليه البرقوق، درت له غير شويه ديال الجنجل من الفوق كاضافه، وغادي نضيف ان شاء الله شويه ديال اللوز من الفوق. صافي كيجي الطبق هكذايا رائع، وكيجي معلك ولذيذ، واحد النسمه فيه ديال الزعفران الشعر والسمن الحار والقرفه، كيجي رائع. حتى التوابل ديال اللحم كيجيو رائعين، كيعطي واحد المذاق ما نقولش لكم، النسمه ما شاء الله. صافي هذا هو الشكل النهائي، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. ما تنساونيش بلي اللايك ديالكم وبالتعاليق الجميله ديالكم اللي كتفرحني دائما. واذا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ضغطوا على اشتركوا، ضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم دائما الجديد. كتشوفوا الشلاضه كيجي المنظر ديالها جميل، كتجي رائعه، ترفقوا بها الاطباق ديالكم. وحنا مقبلين ان شاء الله على عيد الاضحى، فضروري من المرافقات ديال المشاوي تكون الشلاضه دائما، او الخضر هكذايا مشويه، فمن الاحسن نرافقوا بها، ما تاكلوش غير اللحم بوحديتو. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم، شكرا لكم ومع السلامه.